حبينا نبدأ بأول ماركتين هيونداي وكيا، أكتر عربيات مبيعا في مصر. يعني مثلا لو هنبدأ في الهيونداي، فأول عربية في العربيات المستعملة واللي سعرها حنان شوية هي الفيرنا اللي الناس كلها عارفاها. أي نعم ما بتفرملش، واللي بيركبها ساعات بيروح وما بيرجعش، بس هي عربية بتكفي الغرض. لو أنت جايبها على قد فلوسك هتقدر تشتغل بيها، قطع غيار رخيصة متوفرة مفيش فيها مشاكل. العربية اللي بتيجي بعديها برضه اللي منتشرة جامد في مصر وقطع غيارها موجودة في كل حتة، هيونداي ماتريكس. عندك من 2002 لحد 2010 عربيات كويسه جدا، قطع غيارها متوفره وصيانتها كويسه، عيبها بس ان هي استهلاك بنزين بتاعها عالي شويه. يجي بعديهم الاكسنت، فيه نوعين، في ار بي وفي الاتش سي اي اللي هي التجميع الاوروبي. الار بي كويسه في الشغل، موفره في البنزين، قطع غيار كويسه ولكن واطيه شويه عن الارض. ويجي الافضل منها كمان الاتش سي اي، هي افضل واحده فيهم كلهم، ولكن للاسف سعر قطع غيارها عاليه شويه، يعني قطع غيارها مرتفعه الثمن شويه عن باقي العربيات مثلها اللي موجودة في مصر. ولكن عربية كويسة جدا، ولكن لو اشتريتها انا هسيب لك لينك في اول كومنت تحت فيديو مراجعة كاملة للاكسنت اتش سي اي دي. عربية حلوة جدا، ولكن لما بتشتريها ركز في حاجتين مهمين. اول حاجة العربية دي فيها نوعين منها، في نوع في عوامل امان اي بي اس اي بي دي وارباجات وبس، ما فيهاش ولا شاشه ولا مثبت ولا فتحه سقف ولا اي وسائل ترفيه. وفي نوع تاني في شاشه وفتحه سقف ومثبت بس ما فيهوش اي عوامل امان. فانت لو هتجيب اللي هي فيها الشاشه والكلام ده ما فيهاش عوامل امان، فمش هتتقبل في شركات كتير ونادرا لما هتلاقي لها شغل. فركز على عوامل الامان اول حاجه. ولكن مشكلتها بقى التانية ان العربية قطع غيارها غالية، قطع غيارها غالية ومش متوفرة بكثرة، ولكن اداء العربية وتوفير البنزين ممتاز جدا جدا فوق ما تتخيل. اما بقى في عربية الاخيرة في الترشيحات هي الاتش دي، طبعا اللي الناس كلها عارفاها، عربية حلوة جدا على الطريق، ولكن سعر المستعمل فيها بقى عالي قوي، يعيبها استهلاك بنزين زايد شوية، ولكن قطع غيار متوفرة واسعار قطع غيار متوسطة، ولكن عربية حلوة جدا. ولاخواتنا البنات الاي 10 عربية صغيرة محندقة كده هتكفي الغرض. دول افضل عربيات مستعملة في هيوندا تقدر تجيبها، موفرين في قطع الغيار، قطع غيارهم رخيصة متوفرة مفيش منهم اي مشاكل، تقدر تعتمد عليهم في الشغل. انا ندخل بقى على تاني براند معانا هو كيا. كيا بعد هيونداي على طول ومنتشر جدا في مصر، ومن افضل عربياته طبعا متوفره في مصر كيا سيراتو وكيا ريو، العربيتين كويسين متوفرين. ممكن ريو القديم مثلا عفشتها رخمه شويه كده وناشفه، ولكن عربيات كويسه جدا 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 فوق ما تتخيل، مفيش اي مشاكل، قطع غيارهم متوفره واسعارهم كويسه. وللبنات البيكانتو طبعا. يجوا بعد كده الكارنز، استهلاك بنزينها عالي شويه، ولكن من العربيات الواسعه الحلوه جدا العائليه. دول اربع عربيات اللي اقدر ارشحهم في كيا، قطع غيارهم متوفره ورخيصه عشان لو هتجيبهم تشتغل بيهم واكل العيش والكلام ده. بعد كده بقى تعالى نخش على شيفروليه، اللي فيه ثلاث عربيات هرشحهم لكم، افيو اوبترا كروز. الافيو عربيه كويسه ولكن ما فيهاش عوامل امان، ولكن هي عربيه حلوه جدا في الشغل، معظم الناس شغاله بيها. الاوبترا النيو اوبترا الجديده يعني في شويه مشاكل، اما العربيات الاوبترا القديمه كويسه جدا. الكروز ابعد عن الاوتوماتيك، وناس بتقول بعد 2013 الاوتوماتيك كويس، ولكن في رايي الكروز المانوال ممتازه الى ابعد الحدود. فدول ثلاث عربيات كويسين جدا، قطع غيارهم كويسه متوفرين مفيش منهم اي مشاكل، وهيبقوا كويسين جدا معاك. نخش بعد كده بقى على العربيه الاكثر انتشارا في مصر اللي الناس كلها بتحب تركبها، البي واي دي. بي واي دي عربيتين اف 3 ال 3، العربيتين كويسين جدا، ولكن النسخ المانوال هم اللي اثبتوا نجاحهم في مصر جامد جدا، الاوتوماتيك ما اثبتوش اي نجاح. ال ال 3 كانت بتجيب فتيس وبيحصل منها مشاكل، فدايما لو اجيب بي واي دي اف 3 ال 3 جديد قديم خليك في النسخ المانوال، استهلاك بنزين قليل وقطع غيار رخيصه ومتوفره، وعربيتين بتوع شغل كويسين جدا، ويوم ما المكنه بتبوظ بتسقط لها مكنه هوندا او تويوتا بتشتغل 10 على 10، وناس كتير قوي محولاهم غاز وموفرين جدا جدا وما شاء الله في الشغل، حاجه ممتازه جدا. بعد نخش بقى على نيسان ونتكلم عن نيسان صني، اشهر عربيه على الاطلاق في مجموعه نيسان. صني هنقسمها حاجتين، شكل قديم شكل جديد. الشكل القديم افضل على الطريق، ممتاز جدا على الطريق، ولكن استهلاكه في البنزين عالي. الشكل الجديد استهلاكه اقل في البنزين، قطع غيار متوفره، قطع غيار رخيصه، ولكن خفيفه على الطريق والصوت بتاعها ضعيف. ولكن نيسان صني برغم كل اللي بيتقال عليها هي اكتر عربيه من العربيات اللي بتتباع في مصر هي والبي واي دي، وما شاء الله اثبتت نجاح جامد جدا جدا في السوق المصري. شيري اريزو
وتيجو 3. الاريزو مانوال بس ما تشتريش منها الاوتوماتيك، الاوتوماتيك دايما مشاكله كتير لحد دلوقتي. عربيات اوتوماتيك جابت فتيس وتغير الفتيس وجابت فتيس تاني وقطع غيرها متوفره وبنزينها كويس، فاشتري الاريزو المانوال حلوه جدا في الشغل. تيجو 3 استهلاك البنزين فيها عالي، ودي مشكلتها ان من بعد 2018 عربيه كويسه جدا واداء كويس، ولكن استهلاكها في البنزين عالي شويه. خلينا بقى نروح للتويوتا، وهي اشهر عربيه معروفه، وهي دي اللي حابب اختم بيها. تويوتا كرولا ويارس هم افضل عربيتين في السوق المصري حاليا تقدر تشتريهم، ولكن سعرهم في المستعمل ارتفع. ولكن تويوتا من بعد 2017 لحد دلوقتي اثبتت نجاح كويس جدا للعربيات بتاعتها، خصوصا الكرولا من 2017 لحد دلوقتي. كرولا كويسه جدا، مفيش اعطال، قطع غيارها متوفره ولكن عاليه شويه، استهلاك بنزين كويس جدا، ثبات على الطريق وكل حاجه ممتازه. اما اليارس، اليارس كويسه جدا برضو، سعرها مشكلته ان هو عالي شويه في المستعمل ولكن بدون اعطال وعربيه محترمه جدا. يتبقى معانا بقى عربيات الاوكتافيا الاي 4، هي من افضل العربيات اللي تجيبها، ولكن بتاعه اخواتنا ذوي الهمم اللي جايبين عربيه زي دي وبعدين فكوا حذرها عايزين يبيعوها، انصحك ان انت تجيبها عربيه فيها اوبشن عالي، امان عالي، كل حاجه وقطع غيار متوفره، فهتكون عربيه كويسه جدا. ده كان فيديو سريع لافضل العربيات المستعمله اللي اجيبها في مصر بتاعه اكل عيش بدون مشاكل. ان شاء الله الفيديو الجاي هقول لك العربيات اللي ما تجيبهاش، ويعني اي سؤال سيبوا لي في الكومنتات باذن الله هرد عليك. جمعنا الله واياكم في جنه عرضها عرض السماوات والارض، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.